انا كلهم باقين سبع كياس كل كيس الثاني. هذا ميت. يعطيك العافيه علي. هذا كابتن حسين فريق الزعاف. موفقين. منور منور شباب، منورين الشباب كلهم. دبي يا زعاف. هلا 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 بس هلا هلا هلا. شباب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذيك البس الثلاثة ملي. خمسة. والله يا اخي ترى انا حاسس حالي بالحر. الله يردهم ان شاء الله، الله يردكم بالسلامة ان شاء الله. موفقين موفقين موفقين. منورين دبي يا سلام. هلا هلا بالحبيب، هلا بالحلو. لا 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 مش ممكن. يعطيك العافية شباب. انا ما في صورة عليه. والله بعد هي دورك. انا بس الكنافل لازم وساخة طبعا، اكثر وساخة كلها راحت مطلعينها. حد يسحب هاي؟ انا بس طلعت برا. حد يطلع فين؟ بن محسن خرجت جيل للمستقبل. آمنة آمنة يلا. شو تقولين حق بن محسن؟ تقول لك يا بن محسن يعيش فريق دبي للغوص التطوعي. يعطيكم العافية شباب، يعطيكم العافية. ما قصرتوا ما قصرتوا ما قصرتوا. تحت شعار معا لخير بيئتنا، استعد الغواصون للنزول الى عمق المياه لتبدأ رحلة تنظيفها من النفايات والمخلفات التي تؤثر على البيئة البحرية والثروة السمكية. هذه الخطوة الأولى بتكون حملات إن شاء الله في كل أنحاء الإمارة، كل المواقع البحرية والبرية. وصراحة هذا جهد مثل ما تفضلت، ونحن نحث المجتمع الحد من كب النفايات. هذه بلادنا، هذه بيئتنا. جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل ساهم بتوفير قوارب لنقل الغواصين المشاركين في الحملة، فضلا عن تأمين منطقة المياه لوصول القوارب المخصصة للتنظيف من أجل مساعدتهم. توجيه الجمهور نحو عدم إلقاء المخلفات وتحسين سلوكهم بحيث يصبح سلوك اعتيادي وطبيعي لعدم رمي النفايات للمحافظة على الموائل البحرية والموائل البرية. هذه المخلفات كانت مجموعة من اللنجات متروكة ومهملة من زمان. قامت الجهات المعنية بحملة نظافة، تم نقل جميع الغوارب المنتهية والتي ما لها أصحاب، تم نقلها وتنظيف المنطقة. وجاري العملية مستمرة والتعاون مع جميع الجهات متعاونين معنا الحمد لله. وقد تمكن المشاركون في الحملة والذين وصل عددهم إلى أكثر من 50 متطوعا وغواصا من جمع أكثر من 957 كيلوغراما من المخلفات، تضمنت علب المشروبات الزجاجية والبلاستيكية وعلب المشروبات المعدنية، بالإضافة إلى المئات من حاويات الطعام والعديد من أدوات الصيد ومواد البناء المتروكة والنفايات الخشبية والبلاستيكية والإلكترونية. هذا بالنسبة لنا نحن واجب ان احنا نقوم قبل كل شيء بتنظيف دولتنا، مش اي مكان غريب، بالعكس هذا بيتنا والبيت متوحد. فهذا الشيء اللي يخلينا نحن نبادر بهالاشكاليه اساس نساعد او نساهم في تنظيف الدوله. الغواص يحتاج انه يشوف شيء منظر حلو، شعب مرجانيه، الوان سمك، فنحتاج بيئه نظيفه تحت. مبادره مهمه من هيئه البيئه وجمعيه الصيادين والغواصين تاتي لتجسيد حمايه المياه والشواطئ من التلوث وتوعيه الصيادين والعاملين بالاضرار الناتجه عن رمي المخلفات في مياه البحر. بجهود هؤلاء الغواصين المتطوعين وبالمتابعة المستمرة لهيئة البيئة أبوظبي، ستكون دائما شواطئنا نظيفة وينعم المجتمع بمياه وبيئة صحية. محمد العلوان لقنوات أبوظبي من ميناء العاصمة أبوظبي.